هالو، جوتن تاج، وي جيتس. السلام عليكم، اهلا بيك في حلقه جديده من حلقات نصايح. اوكي، عاوزكم يا جماعه تقولوا لي كده وتكتبوا لي كده في التعليقات، بتعمل ايه دلوقتي وانت قاعد في البيت ومحبوس؟ هل عندك تطبيق للموبايل ممكن تفيد بيه اصحابك او زمايلك او الناس؟ هل عندك قاموس تنصح بيه؟ وبتتعلم الماني دلوقتي ازاي؟ ايه القنوات اللي انت بتشاهدها؟ ايه الحاجات اللي انت بتعملها؟ بتقضي وقتك ازاي ماشي في تعلم اللغة الألمانية؟ أشكرك على النصايح وأتمنى إن شاء الله أنك تحطها لي في تعليق. تشيز.